خبر اختم بس قول الخبر المهم قبل ما اختم بس خليني اقول لكم خبر مهم جدا. كنت ابتديت الحلقه مع حضراتكم وقلت لكم على طاهر محمد طاهر وقلت لكم المفاوضات شكلها بقت عامله ازاي ما بين النادي الاهلي وما بين المقاولين العرب. هكرر الخبر تاني اقول لكم النقطه المهمه يعني الخبر المهم يعني انه الاهلي كان عارض 30 مليون واثنين لعيبه اعاره. المقاولين العرب طلب 35 مليون زياده 5 وطلب اثنين لعيبه بالاسم صالح جمعه وباسم علي. الجديد انه بكره هي جلسه الحسم النهائيه في موضوع طاهر محمد طاهر.